بعد الجولة اللي قمنا فيها رجعنا لفقرات صباحنا غير نور، وهلأ من عالم البحار، هذا العالم الواسع يلي فيه خيرات واستخدامات طبية يعني للأعشاب يمكن كتير من العالم بتجهلها، بتجهل فوائدها وخلاصات هاي الأعشاب والطحالب البحرية يلي رح تكون محور حديثنا مع الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. يسعد صباحك دكتور. سعد صباحك. سعد اهلا صباحك. وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. بالبداية دكتور شادي، خلينا نحكي عن الاستخدامات الصيدلانية للأعشاب والطحالب البحرية، لأنه بنسمع كثير عن استخدامات كثير مهمة وفوائد كثير مهمة لهي الأعشاب يمكن ما كنا بنعرفها سابقا، هلا عم نشوف إنه عم تنتشر بالآونة الأخيرة بشكل أكبر. حقيقة أول شيء يعني بشكركم الموضوع المهم جدا. اليوم عالميا عم يستخدموا شيء اسمه مارين دراجز، اللي هو الأدوية البحرية. الأدوية البحرية الحقيقة بتعتمد على العديد من المصادر ضمن المركبات الموجودة أو الكائنات الموجودة بالبحر، سواء نحن عم نحكي عن أنواع الطحالب البحرية أو الأعشاب البحرية، بالإضافة لبعض الكائنات البحرية اللي ممكن تستخلص منها مثل بلح البحر، مثل العوالق النباتية البحرية، بالإضافة إلى عالم متنوع طبعاً من المركبات الطبيعية التي تستخلص سواء كانت من الأسماك أو الكائنات البحرية الأخرى اللي حالياً تستخدم في العلاجات بشكل كبير جداً. إذا بدنا نحكي عن استخدامات صيدلانية الحقيقة صارت شائعة ومستخدمة، نحن عم نحكي عن مصادر مهمة جداً لعديدات سكر، يعني مركب نحن لزج، خلينا نقول المركبات اللزجة اللي موجودة ضمن بعض الأعشاب البحرية الأساسية التي يمكن استخلاص مركبات تساعد فيها في حماية بنية الوصل يعني العظمي اللي هو بيكون بيناتهم في مادة غضروفية، ونحن حقيقة تأثر هاي المادة الغضروفية عم بيسبب الكثير من الآلام، كثير من الأشخاص عندهم مشاكل روماتيزم، آلام مفاصل، كل هذا بده بحاجة لتعويض هاي المركبات لعديدات السكر، كولاجين، هيالورونيك أسيد اللي هو كمان من الأحماض السكرية المهمة. هاي المركبات لازم ناخدها من مصادر طبيعية. اليوم هي حقيقة موجودة بالكائنات البحرية وأصبحت مصدر مهم جدا لاستخلاص هالمركبات اللي هي تعطي متممات غذائية لصحة وبناء المفصل بشكل جيد. ونحن دائما بنعاني من مشكلة أي تأثر بالمادة الغضروفية، سواء إذا نحن عم نحكي بالعمود الفقري أو عم نحكي نحن بالمفاصل الأساسية، عم بيسبب مشكلة. اللي عم نلاحظ نحن كثير من الناس عم تعاني من آلام، هالآلام مستمرة، عم بيعيشوا ضمن هذا المرض المزمن بشكل دائم، بدهم شيء، عم بيستخدموا عادة المسكنات الألم، مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ولكن هذا الموضوع غير كافي. نحن بحاجة إنه نحن نرمم بنية هذه المفاصل أو هذه الغضاريف، هذه المركبات الغضروفية باستخدام هذه المركبة. إذا أول استخدام مهم جدا هو الروماتيزم وآلام المفاصل. عم تمرق معنا عبر الشاشة بعض صور هي. تمام، في كثير من الأعشاب والطحالب الحقيقة موجودة اليوم. نحن خلينا نقول نحن يمكن بسوريا الاستهلاك الأقل لهذه المركبات فيما يتعلق بالاستخدامات الطبية. اليوم حوض البحر الأبيض المتوسط، الكثير من شركات الدوائية في حوض البحر الأبيض المتوسط التي تقوم يعني ترويج وبيع مستحضرات صيدلانية من منشأ بحري في هذه المنطقة. مهم جدا، يحتوي على العديد من المركبات، تنوع واسع، ويعني سواء أن الطحالب البنية أو الطحالب الزرقاء أو طحالب خضراء، كل هذه المركبات تحتوي على مركبات يمكن استخدامها في علاج هذه المشكلة. يمكن دكتور كنا عم نحكي تحت الهواء عن فوائد الأعشاب البحرية وعن المواد اللي بتكون بقلبها، يمكن جايب لنا أنت اليوم من البحر. تمام، أنا جايب نموذج من نموذج بعض من البحرية. الأعشاب البحرية وأيضا مستخلص يمكن أو مستحضر يلي اسمه زبد كريم من زبد البحر والأصداف البحرية وبلح البحر، هاي المركبات اللي نحن بتعطينا إمكانية الحصول على الكولاجين الطبيعي وعلى المركب الذي يمكن استخدامه طبعا في العناية بالبشرة. نحن اليوم إذا عم نحكي عن استخدامات أعشاب بحرية للبشرة، اليوم أولا مضادة للأكسدة غنية بمركبات أوميغا 3 و6، بالإضافة إلى غناها بالمركبات اللي هي هيالورونيك أسيد، جلوكورونيك أسيد، هذه المركبات التي تساعد على يعني زيادة مرونة الأنسجة الواصلة،
تحت البشرة، وبالتالي بتساعدنا على كل ما كانت مرونة البشرة أكبر، كل ما كان يعني عمرها أطول، وأيضا تقوم بدور ترطيبي، بفعل ترطيبي. إذا تعويض كولاجين، الفعل الترطيبي، المساعدة على قتل الجذور وكسح الجذور الحرة، وإطالة عمر الخلية من خلال إعطاء مضادات الأكسدة المناسبة. واليوم عالميا أصبح أنتي أوكسيدنت هو العنوان العريض للحفاظ على بشرة طبيعية ولفترة أطول. كثير منلاحظ أنه أشخاص تعدى عمرهم 50 و60 سنة وبعد البشرة يعني بنضارتها، وفي ناس بالعشرين سنة كنا تحت الهواء عم نحكي أنه قديش في ناس بتأثر بشرتهم مع مرور الزمن. المشكلة الأساسية هي كيفية استخدام مركبات تحفظ البشرة من تغيرات الطقس، من أشعة الشمس، من الأشعة اليوفي اللي ممكن نحن نتعرض لها، هي الأشعة البنفسجية. إذن كيف يمكن الحفاظ على هذه البشرة؟ ليس فقط من خلال الواقيات الشمسية، وإنما من خلال إعطاء مخزون من هذه المركبات، والمهم جدا في هذا الاتجاه. إذن استخدامات تجميلية مثل ما تفضلتي حضرتك مهمة جدا، ونحن اليوم عم نحكي عن أعشاب البحر السوري. يعني نحن اليوم البحر المتوسط سواء بمنطقة اللاذقية أو منطقة طرطوس، هناك العديد من هذه المركبات التي يمكن الاستفادة منها من خلال القيام بأبحاث عليها. والحقيقة نحن نتوجه بالشكر هون لمعهد البحوث البحرية، وخاصة دكتور أحمد قرعلي اللي يقوم يعني المؤازرة بعملية البحث العلمي، وكان من فترة قريبة كان في مؤتمر بجامعة تشرين وعرضنا يعني نتائج هذه الأبحاث ضمن هذا المؤتمر، وكان حقيقة جهد مميز في هذا الاتجاه. بالإضافة أنه نحن في عنا استخدامات أخرى، الاستخدامات الأخرى نحن عم نحكي عنها مثلا موضوع التنحيف. في تقرير على بي بي سي نيوز الحقيقة ذكر بأنه آخر يعني ما توصل إليه العلماء في مجال التنحيف يعني سرعة التنحيف أو سر التنحيف الأساسي هو الأعشاب البحرية. وأنا بدي أحكي عن مركب مهم اسمه الفوكوكزانتين. مركب الفوكوكزانتين اليوم أصبح من المركبات الأساسية التي تعتمد للتنحيف بأمان، وهو موجود بأعشاب كثيرة منها عشبة البحر. نحن في عنا عشبة اسمها عشبة البحر أو الكلب، وأنا استغربت بأنه بعض المطاعم باللاذقية بتقدم هذه العشبة بشكل مخلل، بيأكلوها بشكل مخلل على أطباق موجودة ومتوفرة. هي هي العشبة فيها مادة اسمها الفوكوكزانتين، يمكن استخدامها في التنحيف، قطع الشهية، تساعد بشكل أساسي على الطريق الاستقلابي، وبالتالي الدهون تتحول إلى يعني بالنتيجة إلى حرارة، وبالتالي يمكن أن يعني بزيادة الفعالية الفيزيائية أن يتم التخلص من دهون، وخاصة الدهون المتوضعة في منطقة البطن أو ما نسميه الكرش عند الرجال أو البطن عند النساء. هالمنطقة هي تتأثر بشكل كبير جدا بهذا النوع من المركبات، بالإضافة إلى مركب اسمه الألجينيك أسيد اللي هو موجود بعشبة الفوكس فيسيكولوس. هذه العشبة بما تحتويه من هذه الأحماض وهذه المركبات السكرية الأصل يستطيع أن يعطي إحساس بالشبع من خلال انتباجه. مثل ما شايفين نحن هاي العشبة إذا حطيناها بمي رح تنتبج. هذا الانتباج والانتفاخ هذا رح يأخذ مكان وحيز ضمن المعدة، وبالتالي رح يعطي شعور وكأنه امتلأت المعدة بوجبة طعامية كبيرة. واقع الأمر هي ما امتلأت بوجبة طعامية وإنما بمركبات هلامية. هذا الهلام الذي تم إملاؤه عم بيعطي يعني تلقيم راجع للدماغ أو إشارة للدماغ بأنه نحن خلص تم الإطعام، وبالتالي رح يبلش عملية شو الشعور بالشبع في منتصف الوجبة. يعني اليوم نحن إذا بناخد هاي الأعشاب قبل الأكل اللي رح يصير فينا أنه رح ناكل أقل، رح يكون في عنا حاجة أقل إلى الطعام، ورح يساعدنا أيضا على امتزاز وامتصاص المركبات الدهنية والسكرية السيئة. دائما لما نقول مركبات سكرية في نوعين للسكريات، في سكريات جيدة في سكريات سيئة. السكريات الجيدة هي التي يمكن استخدامها بدون مشكلة في زيادة الوزن أو حتى زيادة سكر الدم، بنضرب مثال عليها السكر الموجود بالعسل الفركتوز، السكاكر الموجودة كمركبات عديدة السكر في الأعشاب البحرية اللي نحن عم نحكي عليها. وبالتالي نحن بنرجع بنقول هي واحدة من الاستخدامات المهمة موضوع التنحيف وإنقاص الوزن. من أهم الاستخدامات الحديثة اليوم موضوع السرطان. اليوم في دراسات واعدة وفي بعض الدراسات التي أقيمت في سوريا لابتكار مركبات مضادة للسرطان في من هذه المركبات البحرية. حقيقة في كثير مركبات عالميا صارت مشتهرة في هذا الموضوع.
ايضا هناك استخدامات لها علاقه بموضوع الاشخاص اللي عم بيكون في عندهم قرحه او مشاكل هضميه، في نحن عندنا مركب ايضا الجينيك اسيد الذي يساعد على تخفيف هذه الحاله ايضا من مصادر بحريه، بالاضافه انه في عندنا استخدامات اخرى، استخراج الكولاجين الذي يحافظ على عمر الخليه يساعدنا تطبيقه موضعيا او بشكل كبسولات ايضا لتعويض كميه الكولاجين المفقوده بالجسم، وعندنا مشكله بالكولاجين، كل ما كان تخربه اعلى كل ما كان نسبه الفاقد اكبر، وبالتالي نحن رح نمنع تخرب الكولاجين ونقدمه مصادر خارجيه لحتى نحصل على النتائج المطلوبه، وبالتالي هذا الطيف من الاستخدامات المهم، بالاضافه الى الدور الاهم عالميا اللي هو مضاد حيوي، يعني هو عم بيبتكر منه بعض المركبات القاتله للجراثيم، ونحن في معركه مع الجراثيم، وهذه المعركه الحقيقه خاسره بالمركبات الكيميائيه، لان الجراثيم تستطيع ان تطور نفسها بسرعه، وبالتالي عم تستطيع التغلب على المركبات المضاده الحيويه الموجوده، المركبات البحريه عم تشكل فرصه لابتكار مجموعه من هذه المركبات الطبيعيه هي الاكثر، طبعا المركبات الطبيعيه هي اليوم صارت مصدر متوفر وغير مكلف يمكن الاستفاده منه، في بعض الدراسات ايضا قام بها المركز بهذا الاتجاه. ايضا هناك دور خليني اقول له علاقه بموضوع التخلص من السموم وخاصه المعادن الثقيله، هناك يعني امكانيه الابتكار ونعمل حاليا على يعني نوع من الترياقات، انا وزميلتي دكتوره علا مصطفى من جامعه البعث، لابتكار ترياق، هذا الترياق يساعد في تخفيف سميه المعادن الثقيلة التي تتراكم الحقيقة في الجسم نتيجة تعرض لمصادر مختلفة من مصادر التلوث، وحاليا نقوم بدراسة على مجموعة من المناطق بسوريا من بجانب المصفات، مصفات بانياس، بجانب معمل الاسمنت، بجانب تمام بجانب المصفى في حمص، للوصول الى يعني كم يتأثر هذا الشخص بالملوثات وكيف يمكن الاستفادة من هذه المركبات في اعطائه يعني مركب طبيعي يستطيع أن يستهلكه ويخفف. الحقيقة النتائج واعدة جدا، من خلال دراسات الزجاج ظهر معنا تأثيرات مهمة جدا كممخلبات للشوارد والتقليل من هذه المعادن الثقيلة ونسبها، وإن شاء الله نحن يعني مستمرين في البحث بهذا الاتجاه وصولا إلى مركب يمكن أن يكون ترياق سوري في يعني من المركبات السورية. إذا هذا الطيف الواسع من المركبات كله موجود في الأعشاب البحرية التي يمكن استخدامها وخاصة في سوريا. دكتور شادي بدنا نتشكر هذه المعلومات القيمة اللي فتنا فيها، يمكن شغلات هيك جديدة تعرفنا عليها اليوم عن الطحالب البحرية، نتشكر وجودك معنا، كل التوفيق بمشاريعكم القادمة وأهلا وسهلا. طبعا شكرا جزيلا لكم مرة ثانية، ونحن الحقيقة هي المركبات اللي صنعناها شاركنا حتى فيها بالصين بالمعرض الدولي للاختراع والإبداع بفوشان، ولاقت يعني بفضل الله والمشاركة يعني كان في إلى جوائز كثيرة، وإن شاء الله نحن مستمرين بالعمل وندعو كل من هو مهتم بموضوع الأعشاب الطبية للتواصل مع الجمعية العلمية السورية للأعشاب الطبية والطب التكميلي والتغذية من أجل توثيق هذه الاستخدامات ويعني تسجيلها باسم سوريا. وأكيد نحن مستمرين معكم دكتور شادي لتسليط الضوء على هاي المواضيع المهمة عن عالم الأعشاب البحرية اللي هو عالم واسع، نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير.